الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا علما نافعا، وان يرزقنا رزقا طيبا، وان يوفقنا لما يحب ويرضى، وان يستعملنا لخدمه الدين ونفع المسلمين. اللهم امين. اخر درس بمشيئه الله سبحانه وتعالى، شروط الشيء، شروط الشيء. ماشي، نخرج بقى. بالنسبه للشاهد يا جماعه، اللي هم البينه في الدرس اللي فات، الشاهد لازم ينبغي في شروط معينه من يروح القاضي. طبعا اتكلمنا عليها، ليه العداله، والدرس كله فكرته بتدور على الشاهد اللي هو العدل ده، نظامه ايه؟ صفاته ايه؟ بس ده المقصود يعني في الدرس كله. تعريف الشهاده، الشهاده اللي هو ده الفرور، اللي هم قالوا لك هيطلع عند فين؟ عند القاضي، هيشهد ويقول والله فلان عمل كذا او كذا يعني، اللي هم البينه نفسها. طب الشهادة شرعا، شهادة أمر عظيم، أمر خطير جدا جدا جدا، الناس يشهد على حاجة. وطبعا قلنا آخر فقرة في الدرس اللي هي من حلف على فعل نفسه أو على الدين. وآخر حاجة بالنسبة لزمان معين مخصوص، يعني الساعة 8 ونص لما كتبناها هنا كده 8 ونص يقف على القصر. أنا في التوقيت الفلاني ده والله ما رأيت فلان، أنا فعلا ما رأيتوش، ما يقولش أنا ما أعرفش، لا التوقيت ده فعلا أنا ما شفتش. التوقيت ده زمان مخصوص فلان في مكان مخصوص برضه كذلك، مكان مثلا الفصل، والله أنا ما قابلت فلان في الفصل في التوقيت ده، يحلف على القاتل، ما يحلفش على نفي العلم، أنا ما أعرفش، لا القاتل أنا فعلا ما رأيته في التوقيت ده، فعلا أنا مثلا والله ما قابلته في المكان ده، زمان أو مكان يحلف على القاتل. جبت جميل. الشهادة هو من الحضور شرعا تختار بحق يقال لي، لا طبعا مش لي، لي اللي هو الدعوة، لكن جاي شاهد إذا أنت بتتكلم على شخص تاني، تختار بحق لغير على غير بلفظ مخصوص، تاني تختار بحق لغير على غير بلفظ مخصوص، لفظ مخصوص أشهدوا أو أشهد الله أو والله أن فلانا أخذ من فلان كذا، فلان تعدى على فلان بكذا، فلان ما حدث منه كذا، شهاده معينه بلفظ مخصوص. شروط الشاهد، لا تقبل الشهاده ابدا الا من شخص اجتمع فيه اربع خصال. رقم واحد الاسلام، اذا لا تقبل من كافر غير مسلم. البالغ البلوغ، اذا لا تقبل من صبي، لان ربما خايف، ربما نسي، ربما مش فاهم موضوع الشهاده او كده يعني. العقل، لا تقبل من مجنون او من العدالة، لازم يكون إنسان عادل. طب إيه العدالة دي؟ العدالة لغة التوسط، معروف بين الناس راجل عادل، راجل ما شاء الله عليه في تصرفاته راجل حكيم. الخلاصة بتاعت العدالة يعني راجل حكيم. شرعاً هي لغة التوسط، شرعاً ملكة في النفس، حاجة في نفس الإنسان. أنت بتقدر تحكم مثلاً الناس اللي هي ما شاء الله بتبص لها كده لها هيبة معينة، أسلوبها، كلامها، صفاتها، الناس اللي هي إيه؟ تريح ليهم جدا، يعني الكلام بتاعهم كلام له قدر، كلام ثمين، هي ملكة في النفس، تمنع من الاقتراب في الكبائر، لا فيش لا سرقة ولا ربنا يعافينا وإياكم من الزنا ولا أي حاجة من الأمور دي كلها من الكبائر، وغير السرعة على الصلوات، تاني تعريف العدالة لغة التوسط شرعا، ملكة في النفس تمنعها من اقتراب الكبائر والرذائل، يبقى تمنع من اقتراب الكبائر والرذائل المهمة. العدالة بقى لها شروط، خمس شروط زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. يا ترى ايه الشروط بتاعتها؟ رقم واحد أن يكون الشخص مجتنبا للكبائر. من خلال تعريف يا جماعة، تعريف شرعا، هنستنبط بعض من شروط العدالة. واحد أن يكون الشخص مجتنبا للكبائر. ربنا يجعلنا كبائر ويحفظنا وإياه. رقم اثنين غير مصر على قليل من الصغائر. مش مصر على حتى الصغيرة. النبي بيعفي نفسه، بيحافظ على مريض نفسه، بيحافظ على اخلاقه، بيحافظ على ربه، يعني بيعمل الحاجه اللي هو ممكن يلام عليها، او ممكن يتقال اللي فلان كذا او كذا، محافظ على شخص، عاوز يكون الاثر بتاعه طيب، عاوز يكون الفعل بتاعه حسن، عاوز يكون كلامه حكيم، عاوز يكون انسان ما شاء الله عليه، يعني ايه؟ موزون يعني. يبقى رقم واحد ان يكون شخص مش طيب للكبائر، اثنين غير مصر على قليل من الصغائر، غير مصر. طب ازاي غير مصر؟ معناها ممكن يقع طبعا. مفيش حد معصوم من البشر يا جماعه ابدا الا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثه سليم العقيده، العقيده بتاعته سليمه. يعني راجل لا يمين، راجل مع الله سبحانه وتعالى، يعني
الشهاده بتاعتك. يعني لو واحد ما انتش عارف رد فعله بمعنى ممكن الزهق بتاعه يعني ربنا يهدينا يا رب واياكم ها ينفعل حاجه معينه يعني جاي واحد اي رد فعل غير طاقه ممكن معاك يكون هم من الزهق بتاعه ولا من التليفون بتاعه ممكن من الزهق بتاعه يقول كلام مش فاهم معناه فلا هنا عداله خلي بالك من الشرط ده مأمون عند الغضب الانسان اللي عنده عداله لازم يكون مأمون عند ايه؟ الغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول له وصيني قال لا تغضب ما تغضبش اخر شرط شرط العداله محافظا على المروءه في ايه؟ اللي هي الناس زي الناس الحكماء اللي عندها حكمات يعني محافظ على وضعه زي الناس اللي هي العظيمه اللي عندها عداله اذا بطل شرط من هذه الشروط طبعا ترد وتكفر شهادته وبالاخر ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللي ينفعنا بهذا العلم. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تعلمنا العلم النافع وان تبارك لنا فيما تعلمنا وان تنفعنا به يا رب.